أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. من موقع الهيئة نت، إصابة قاض في هجوم مسلح وسط العمارة. من صحيفة المدى، 4 دول لم تسمح بدخول كوادر المفوضية لإجراء انتخابات الخارج. من موقع كتابات، الكمائن المرورية آلية داعش الجديدة لاستعادة تواجده داخل الأراضي العراقية. ومن موقع الجزيرة نت، قمة أنقرة تلتزم بوحدة سوريا وحل سياسي للأزمة. صحيفة العربي الجديد، واشنطن وجريمة غزة، صمت وتواطؤ لحماية إسرائيل. من صحيفة القدس العربي، شرطة نيويورك تقتل رجلاً أسود للاشتباه في أنه يحمل سلاح. وأخيراً من صحيفة الحياة، دول غربية تتوعد بمحاسبة الأسد بعد عام على هجوم خان شيخون. أهلاً بكم. الجالسون في سدة الحكم الآن في العراق والداخلون ضمن اللعبة السياسية التي شكلها الاحتلال كحكومة وبرلمان ونخب وأحزاب، وشرع وجودهم دستور الاحتلال، هم حراس مشروع الاحتلال، ولولا وجودهم ودورهم لكان الاحتلال قد ظل على حالة الحكم العسكري المباشر، ولبقي أهل العراق في مواجهة مع جنود الاحتلال في عموم شوارع المدن العراقية حتى إجبارهم على تسليم العراق لأهله. وتلك الحالة في العراق ليست جديدة أو مستحدثة في تاريخ أعمال الاحتلال، فكل احتلال يبدأ عسكرياً ويتحول جنوده إلى قوات الشرطة في الشوارع بعد إسقاط الحكم القائم قبل الاحتلال، ويظل جنوده كذلك في مواجهة مع الشعب المحتل، لكنه سرعان ما يذهب إلى بناء سلطة قوامها مما يقبلون بالتعاون معه، يكون هم الحكام الصوريون أو من ينفذون أهداف مشروع الاحتلال بحسب طلعت رميح في مقال بموقع الهيئة نت. السؤال المهم هو لما تدهورت أوضاع العراق لهذا الحد، فيما نفس الاحتلال الأمريكي هو من سمح بتطوير اليابان وكوريا الواقعتان تحت احتلاله بعد الحرب العالمية الثانية، حتى بات كلاهما في مصاف الدول الصناعية الأهم في العالم. لما تحول العراق إلى نمط الدولة الفاشلة، بل لما كان هناك إصرار على أن يجري نهب وتدمير كل مقدرات العراق تدميراً شاملاً، ومنع حدوث أي تنمية أو بناء دولة عراقية بديلة لتلك التي هدمها الاحتلال، على عكس ما فعله الاحتلال الأمريكي في دول أخرى. وفي الإجابة عن السؤال يجب الإشارة إلى وجود بعد دولي يتعلق بالصراع الذي كان قائماً بين الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي وأمريكا والمعسكر الغربي. هذا الصراع ولد ضرورات لتنمية البلدان المحتلة من هذا المعسكر أو ذاك ضمن وضعية صراع الحرب الباردة، وضمن تلك الحالة تولدت ضرورة إقدام الولايات المتحدة على تطوير كوريا واليابان، فيما لم يكن نفس الظرف الدولي قائماً في وضعية احتلال العراق، غير أن عوامل أخرى تبدو الأهم تأثيراً في الذهاب بالعراق إلى حالة الدولة المدمرة للفاشلة. الأمر هنا يتعلق باختلاف الرؤية الأمريكية لأهداف الحرب ذاتها. يكمل الكاتب، أما إيران فقد حظرت الاحتلال العراق وفق منطق إعادة العراق بحسب التصريحات الرسمية الإيرانية إلى ما قبل الإسلام، حين كان جزءاً من الإمبراطورية الفارسية، وهو ما جعلها تصر على التدمير والتفكيك الشامل للعراق دون السماح له باستعادة عافيته، يظل في حالة تبعية لإيران. تنطلق النخب السياسية العراقية من مقدمة خاطئة كما يقول المنطق، مفادها أن النظام السياسي العراقي هو نظام ديمقراطي توافقي يقبله البعض ويعترض عليه البعض الآخر. فهل كان النظام السياسي في العراق يقوم على الديمقراطية التوافقية
هذا السؤال يجيب عليه الكاتب يحيى الكبيسي في مقال له بصحيفة القدس العربي. أغفل الدستور تماماً الإشارة إلى قضية التمثيل النسبي في التعيينات في الإدارة المدنية العامة، لا سيما أنه لا وجود لإحصائية دقيقة تظهر الحجم الحقيقي لكل مكون، ومن الواضح من النماذج الخاصة بالتعداد السكاني التي اعتمدتها وزارة التخطيط العراقية لإجراء التعداد السكاني غير قادرة على تحديد الوزن الديموغرافي للمكونات جميعها. على سبيل المثال للحصر، لم يتضمن هذا النموذج تحديداً للمذهب والاكتفاء بالديانة، ومن هنا فإن الادعاءات المتعلقة بهذا الأمر ستبقى قائمة وستحددها علاقات القوة، مما يمنع الوصول إلى تمثيل نسبي حقيقي حتى في القوات المسلحة التي تحدث عنه الدستور، وهو ما عكسته السجالات المتعلقة بهذا التوازن في المؤسسة العسكرية. أما بالنسبة للخصيصة الرابعة والمتعلقة بالإدارة الذاتية فهي متحققة فيما يخص إقليم كردستان حصراً، بخاصة في ظل صعود القوى السياسية الرافضة لفكرة الأقاليم التي أقرها الدستور. أما فيما يتعلق باللامركزية التي أقرها الدستور فعلى الرغم من القوانين الخاصة بتطبيقاتها، إلا أن الوقائع على الأرض تكشف عن نزعة مركزية ما زالت حاضرة بقوة في ذهن النخب السياسية العراقية. ويضيف الكاتب: ببساطة ليس ثمة شيء من الديمقراطية التوافقية في نص الدستور العراقي، إنها خرافة قامت على ممارسات سياسية براغماتية كانت أقرب إلى الصفقات، لا تستند إلى أي إطار دستوري أو قانوني، كما أنها لم تتحول إلى أعراف غير مكتوبة أو قواعد متفقا عليها، بدليل هذه التصريحات المتكررة عن رفضها ومن أعلى المستويات، وكذلك بدليل تجاوزها في لحظات التناقض الحاسمة كما جرى عند إقرار بعض القوانين بموجب الأغلبية في مجلس النواب العراقي، وكما حصل في اصطفاف الفاعل السياسي الشيعي مع الفاعل السياسي الكردي في مواجهة الفاعل السياسي السني كما يرى الكاتب. ما زالت شاحنات نقل الأنقاض والحديد تتردد على مدينة الموصل العراقية فجر كل يوم منذ أشهر بلا أمل لنهاية قريبة لقصة الأنقاض وما تحتها من جثث المدنيين أو ما تبقى من تلك الجثث، فحطام المدينة المدمرة وضمن ساحلها الأيمن تحديدا يحتاج إلى جهود جبارة وإنسانية أيضا، وبات عملية هرس الهياكل العظمية للضحايا ظاهرة تتكرر تحت عجلات الجرافات التي ترفع الأنقاض إلى شاحنات كبيرة قبل بيع الأنقاض إلى مقاولين يملكون ما يعرف محليا بالكسارات المخصصة لإعادة تدوير الحجارة والأسمنت من خلال فرمه وتحويله إلى مواد أولية وبيعه لاستخدامه في تعبيد الطرق أو في ردم المستنقعات، وذلك بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. غالبية الضحايا ممن تم انتشالهم من تحت أنقاض الموصل من قبل لجنة حكومية مشتركة من وزارتي الصحة والدفاع سجلت كشهداء من ضحايا تنظيم داعش، على الرغم من أنهم قتلوا في منازلهم بواسطة القصف الأمريكي والعراقي الجوي والصاروخي، كما سجل ضحايا لعمليات انتقامية للميليشيات في الخانة نفسها ضحايا داعش، على الرغم من أنهم أعدموا في مناطق سيطرة الحكومة والحشد الشعبي وفقا لعضو مجلس المحافظة ذاته الذي شكى من أن ضحايا داعش الحقيقيين من قام بإعدامهم في ساحة الإعدام أو قطع أيديهم ورماهم من أسطح المباني العالية خلال فترة احتلاله المدينة لم يتم اعتبارهم شهداء حتى الآن، فيما ذووهم يراجعون من أجل ذلك، لكن تتم مطالبتهم بشهود عيان وأدلة تدعم أقوالهم. واعترف الجيش الأمريكي في وقت سابق بتسبب القصف الجوي على مدينة الموصل بسقوط مدنيين، قال إنهم بالعشرات، متعاهداً بفتح تحقيق وإعلان النتائج، غير أنه على الرغم من مرور أشهر على الاعتراف لم يعلن الجيش الأمريكي عن أي نتائج لهذا التحقيق ولم يتم إشراك العراقيين به من الأساس. وتنقل الصحيفة عن الجراح العراقي سالم السعد الذي يحمل الجنسية الدنماركية ووصل أخيراً إلى مدينة الموصل للمساهمة في إعادة ترميم صالة العمليات الكبرى في مستشفى المدينة على نفقته الخاصة طبعا،
حيث قال للعرب الجديد إن الموصل مغلفة بالشعارات والوعود فقط، وأضاف أن في المدينة منذ نحو أسبوعين ولم أرى أي من السكان يبتسم أو يضحك، بعضهم يصطنع ذلك فقط عند مروره عند نقاط التفتيش حتى لا يفهم من عبوسه أنه ناقم على القوات العراقية، فيدخل في دائرة الاتهام بالتعاون مع داعش. في العراق هناك ظواهر عجيبة وغريبة، أبرزها ظاهرة السياسي الرشاش، ويعني بها الكاتب السياسي الذي لا يتوقف عن الصراخ. ما أن تضع أمامه الميكروفون تجده يقول كل ما يخطر في بالك أو ما لا يخطر أيضا. والغريب أن هذا السياسي له منصب وامتيازات، ففي مقالة ساخرة هاجم الكاتب علي حسين النائبة حنان الفتلاوي حيث تحدثت عن سعر أحذيتها في لقاء متلفز. ومنذ أن وصل سعر حذاء النائبة الإصلاحية عاليا صيف في بورصة القنادر إلى 10 ملايين دينار، حتى ذكرنا السيد إياد علاوي بأهمية القندرة حين خرج ذات يوم ليقول إن المنصب تحت قندرته. وقبله اكتشف بهاء العرجي أن كل ما يقال عنه ويكتب تحت القندرة أيضا. في هذه البلاد تحول الحذاء عند البعض إلى وسيلة استعراض، حيث أصبح الحديث عن القندرة عنوانا لمرحلة جديدة، كما أخبرتنا النائبة حنان الفتلاوي قبل أيام من أنها ستعرض قندرتها على الفضائيات من أجل أن ينشغل بها الجميع ولو لمدة أسبوعين قبل الانتخابات. مع حديث حنان الفتلاوي سنكتشف أننا نعيش اليوم مشهدا طويلا من التراجع والتخلف الحضاري، نعيش في ظل ساسة ومسؤولين لا يملكون مقاييس بسيطة للكفاءة، لم نشهد معهم سوى تراجع في التعليم والصحة والخدمات والأمن وزمن من الخواء الفظيع. ويضيف الكاتب في مقاله الساخر حيث يوجه سؤالا إلى السيدة النائبة حنان الفتلاوي، نتمنى أن تترجم لنا حرفيا مشكلتك مع الأحذية بحسب الكاتب. شكل إعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سوريا وترك الآخرين إدارة الأمور هناك خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو فجر مفاجأة ليس للسوريين فقط وإنما لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين نفسيهما. ولذلك صرحت الناطقة باسم الخارجية أن ليس لديها علم بهذا القرار، ورفض التعليق أو رفضت التعليق على تصريحات ترامب بشأن سوريا على هذا القرار. كتب رضوان زيادة مقالا في صحيفة الحياة اللندنية. ويعد الإعلان مناقضا تماما لما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس من بقاء القوات الأمريكية في سوريا والتي يبلغ قوامها حوالي 2000 جندي، لمنع ظهور منظمة إرهابية جديدة شبيهة بداعش ولضمان لعب دور الاستقرار في سوريا، وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكي السابق تيلرسون في جامعة ستانفورد يوم الأربعاء 17 من كانون 2 يناير الماضي عبر تقديم ما سماه سياسة الولايات المتحدة الجديدة تجاه سوريا، حيث أكد حينها أن الولايات المتحدة لن تسحب وجودها العسكري من سوريا. فهو كما ذكر في خطابه أن الولايات المتحدة تعلمت من درس العراق أن الانسحاب المبكر قبل وجود حكومة شرعية ومستقرة قد يدفع البلد إلى الفوضى واللا استقرار، ويمكن جماعات أصولية ومتطرفة من استغلال الوضع وبناء موضع قدم لها هناك، بعد ما جرى في عام 2013 عندما تمكنت داعش من استغلال انسحاب القوات الأمريكية في العراق. إذن يمكن القول أن وزارة الخارجية الأمريكية أرادت تأكيد موقفها في شأن عدم انسحاب قواتها من شمال شرقي سوريا والقواعد العسكرية التي ساعدت من خلالها قوات سوريا الديمقراطية في القضاء على داعش حتى الوصول إلى الرقة التي باتت اليوم تحت سيطرة مطلقة لما يسمى المجلس المحلي المدني الذي تسيطر عليه قراراته أو تسيطر على قراراته قوات الحماية الكردية، والتي تبدو اليوم تحت ضغط شديد بسبب العمليات العسكرية التركية لطردها من مدينة منبج بعد طردها من عفرين. تعد الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
ويعكس ذلك بالضرورة حجم وسرعة التطور في العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد الأزمة التي اندلعت بينهما إثر سقوط أو إسقاط القوات المسلحة التركية مقاتلة روسية كانت قد اخترقت أجواء البلاد في نوفمبر من العام 2015. شهدت الزيارة العديد من الأخبار السارة، لا سيما بالنسبة إلى تركيا، بحسب الكاتب حسين بكير في مقال بصحيفة العرب القطرية. وإذا ما أضفنا هذه المشاريع الاستراتيجية إلى مشروع السيل التركي الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى السوق المحلي وإلى دول الاتحاد الأوروبي، سنلاحظ أن الثقل الروسي لناحية التأثير الاقتصادي والسياسي بالإضافة إلى التعاون الدفاعي آخذ في الازدياد في تركيا. يتساءل كثيرون الآن عن الكيفية التي يمكن من خلالها النظر إلى هذا التعاون، وهل من الممكن تصنيفه على أنه شيء جيد أم سيء؟ من وجهة النظر التركية، هناك مكاسب عظيمة لأنقرة، إذ ستتمكن من خلال هذا التقارب من إنجاز بعض المشاريع الاستراتيجية التي ستشكل قفزة نوعية في مجالات الطاقة ونقل التكنولوجيا والتجارة. لكن ما يتم إغفاله في هذا السياق هو أن درجة اعتماد أنقرة على موسكو زادت بشكل من الممكن له أن يقيد مستقبلا خياراتها السياسية أو حدود تحركها السياسي. جزء من هذه المشكلة سببه الموقف الأمريكي والأوروبي الذي يتجاهل المعنى الحقيقي للشراكة ويرفض إعطاء تركيا ما تقدمه لها دولة مثل روسيا. لا يختلف كثيرون من أن دفع تركيا بالكامل إلى حضن الروسي سيكون له تداعيات سلبية على حلف الشمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة، وكذلك على أوروبا المتوجسة بشكل دائم من روسيا بصفتها التهديد الأكبر. لكن إذا ما أراد الجانب الأمريكي والأوروبي أن يتفادى حصول مثل هذا السيناريو الذي سيؤدي إلى خلخلة حلف الناتو بشكل أكبر وإلى وضع أوروبا في موقع صعب، فسيكون على هذه الأطراف أن تقدم لأنقرة ما تحتاجه كشريك وليس كتابع أو كلاعب مهمش. لا تحتاج اللعبة إلى كثير من ذكاء لإدراك أنها تجري بهذا الشكل، وعلى الأمريكيين والأوروبيين أن يسألوا أنفسهم هل هم قادرون على تحمل خسارتهم لتركيا؟ لا تزال شجرة التفاح الأكثر شهرة في العالم، التي كانت سبب إلهام العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن في اكتشاف قانون الجاذبية، تقف شامخة فارعة وسط بستان يجاور قصرا تاريخيا في بلدة غرانثام شرقي إنجلترا. واكتسبت الشجرة شهرتها عندما سقطت إحدى ثمراتها أمام أعين نيوتن لتكون تلك التفاحة بمثابة حجر الأساس لوضع نظرية الجاذبية. تلك الشجرة النادرة لا تزال تطرح التفاحة على أغصانها، وأعلنتها الملكة إليزابيث الثانية عام 2002 واحد من بين 50 شجرة تحت الحماية وجزء من التراث الإنجليزي. وعلى مسافة غير بعيدة عن الشجرة يوجد المنزل الذي شهد مولد نيوتن وتربى فيه، حيث تحول إلى متحف. والآن فلنتابع الكاركتر.
شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.